السلام عليكم. كنتمنى من الشباب ديال مدينة القنيطرة واللي كيعتبر نفسه انهم ولاد حلالة. حلالة كانت في القديم واحد النوارة زوينة اللي كان كلشي كيفتخر بها، وكانت المدينة زوينة غير بالوريدات ديال حلالة. كيفاش اليوم عندنا بزاف ديال الحويجات من ضمنهم المواصلات اللي كنشوفوهم اليوم، هذوك الحافلات ديال الكرامة مخربين، كأننا عايشين في شي مدينة حيوانية، كنستسمح على الـ على الـ على لو تيرم، ولكن هذا هو اللي كنشوفوه اليوم. هو أننا كندخلوا الفيسبوك، هذاك الفضاء الأزرق الزوين كنشوفوه ملطخ بهذوك الصور القبيحة على الحافلات ديال الكرامة. فكنتمناو من الشباب ديال مدينة القنيطرة أنهم يحيدوا عليهم هذوك المواصفات الخايبة والقبيحة، وتكون مدينتنا زوينة وحنا نساهموا في هذه الجمالية ديال المدينة، لأن ما يمكنش المسؤولين بوحديتهم هما اللي غادي يزينوا هذه المدينة إلا ما زيناهاش حنايا، لأننا حنا هما الأساس ديال المدينة. فكنتمنى أن الميساج يكون وصل لكم، وكنتمنى لكم نهاية رمضان وعواشر مباركة.